يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وط البيز يا ولد وعليني البيت سمعني صوت عيال وسقفه وحبيت زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير أقوى 100 مرة من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السماء ذكاء تعلى بمكير اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل في الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن أحرف من أي ود صغير أو كان كبير أو كان كبير كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كثير مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير Objection Objection loves the cake and I'll be then your the please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسيه نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحه بعد الشوكولاته ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش يا ويل حطيت لي 4 رجالي على الباب اللي وراني حصل يا كبير و4 على القداماني كمان عفارم طلع لي 2 فوق السطوح واحد الناحيه الشرقيه واحد الناحيه الغربيه غير ال10 اللي فوق ايوه امر جنابك امنت كل مداخل ومخارج البلد حصل يا كبير اديت لكل راجل فيهم سلاح حصل يا كبير جبت لي اسطوانه فيفا 2010 ما لقيتش يا كبير بوه وانا ما عرفش اتكل عليك واصل وانا لو بعت راجل كان زمان وجابها يمين بالله يا كبير لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش لقيت نسخة مضروبة والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونة من غير ديفيد فيا وسافي ألونسو عمل لي فيها فابيو كابيلو وانت اللي حطت التشكيل ولا ايه العفو جنابك وراي كبير اديه نص جوني بيه 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 وراي امر جنابك بو قلبيه قال رجالة اسمعوني زين يا رجالة عاوزكم تلفوا المزاريطة حتة حتة لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي ومسكوا العيال تحت 18 سنة سنج وتحت 10 سنين مطاوي بو القط فزاع ازرق ابرك يا كبير Thank you.
ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب. بلا نصك بلا نصي، انسى الهبديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات الكبير بيخاف من القط وفلح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي. بس يا دي فرفور انت بس يا رجاله. امرك يا كبير. روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه. يلا. وانا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، اطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا خابر. هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه قبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا دي حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش مفروض الطار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا ده ما بيخلص، بعد الكبير قوي ما مات بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتكم. لا دي سبهلله. لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطرد ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم. صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، في يوم أغبر نطلع ندوش سمس. يا عم جابر، وانت الحكاية اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتأفور ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والشمس كانت طالعه دوش بوه، دي هتعمل دوش يجيلك في 5 دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطيه نبطيه. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان براحتك. شوف الزرافة اللي هناك دي. فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده. والمصيبه انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، ودوته دوته فرقة الحدوته حلوة ولا ملطوطة؟ هي من ناحية ملطوطة فهي ملطوطة على الآخر. مين الجزمة وانت مركوب اللي نايم في الوردية بتاعته ده؟ قوم في الزياد. أشرف ليه كده يا أشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش جنيه تاني، دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. بوه، يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ مالي كيف؟ هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ اها. والكبير قوي مات يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. وير از ات؟ راحت فين؟ ثانك يو تومي. جوني ممكن تهدى شوية؟
انا لقيت لك حته دين فكره سبيريت. اوكي احنا هنسدد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. الكلام ده كاوتش ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كين كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعه البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور and اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين بشمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتفه ونكلم 911. اوه ماي جاد عشان تكمل الكولكشن. انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موتة موتة ربنا ونعم بالله. بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار الجلد. لا لا يبقى الجلد وحدوي جملك واحدة واحدة بعد كده. طب ما ينفعش تحدفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانية واحدة دي مش رجولة. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. قوليه يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي هم يمين والجهات كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير. انا مفضليش الا يومين يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هادرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هادرس yeah. يا ابل تسمع كلام واحد ابل. جوني مفيش حل غير كده. خلينا نجرب بقى ونشوف.
السلام عليكم. ربنا يسهل لك يا حاج. امسك. ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أأمر. أأمر إيه؟ أأمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوة يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا نهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك. أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ أستاذ حمدي، باختصار أنا عاوز أعرف أسد أي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو أنت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطة، إحنا هننفذها عملي. لفيني باللوكامية في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنيه في وشي جامد. انت متاكد؟ اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله مش قصدي. مش حاجه، متعودين على كده. معلش، انا متعودين على كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. صحيح انا ما قلتلكش المره اللي فاتت؟ عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. او ماي جاد، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش. طب ايه، كام داون. قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت ده يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ عادي، احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكلة. طب ادهم له. تبعك؟ امان، ادهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عمدة، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح؟ انا عايزك تديها لي عدل، مش خطفية. يلا مش مشكلة، يلا توكلنا على الله. استعد؟ خليك وضع السعادة معايا. اضرب! اضرب! ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عيد البيت، اديها له خطافيه ليه؟ ماده ولا ايه؟ زوني يا جبان، طب خده ليه يا حاج؟ زوني يعني خلاص؟ ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطه؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال الطار والزفت ده كله. بليز فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجه عملي. حاجه عملي؟ اوكي، لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لوناه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني ناس تقول لي عندك كل الاوراق والمساندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص، احنا هنحط له منوم قوي جدا في الماء اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكره خالص. المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر، المشكله هيشربه ازاي.
الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعة اللعبة هخلي هادرس يروح يحط الإزازة اللي فيها المخدر مكان الإزازة بتاعته. بس جوني أرجوك أنت بقى تستحمل لحد أول بريك بس، أوكي؟ ربنا يستر. بس أنت تعرف لو الخطة القلشة اللي أنت بتقولها من شوية دي فكست هيحصل إيه؟ هموت. أو ماي جاد، قلناها في نفس النفس، دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني ما تعملش في نفسك كده. أهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تكمل الجسم على اثنين والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. يا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله بقص. سيب الراجل ده، سيب الراجل ده، سيبه من هنا يا جماعه. حاجه يا جماعه ده هيشرب. واي نمشي عايز يشرب. يلا يا وحش نصاصه. يلا
سيجارة، خد سيجارة ولا يلا يا سيدوني الشكل صايم. يلا 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 هيتف هيتف بيشرب اهو يا عم صدقني ده بيمضمض بس يا ابني بيشرب قول والله اي سوير انه بيشرب بص واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ أنا ما مصدقش. لا وإيه؟ ده فتح سايبر. يا وقع مربربة. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا أمريكا. حاجات إيه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي. لعبت عليكي بطنك يا بعيدة. هي الناس ناقصة لعب ولا إيه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتينة وضمنة وبرغوتة. وأنت مالك أنت مال الحاجات دي؟ إيه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا البلد كلها تكوم ودوار العمده دوار الكبير كوم تاني تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي ايه انا قلت نت ايه مفيش نت قلت نت ايه مفيش نت والله صح نت في المزانيطه لا والله دي حرام جزره وقطمها جحش يا ساتر السلام عليكم هي الشاشه ار يو كريزي امر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هو دي النت يا yeah. على كده الساعه بكام عنديكم جاست 1 جنيه جنيه يا بلاش طب حس كده اديني ساعه نجربها اوكي توماس يا جهزت ثلاثه اوكي يا كم فروم هير اهم دي بس جوني ايه خير ايه تعرف تشغل النت ده كنا عملها معاك ايوه بسيطة عايش تشتغل بده ايه ثانية واحدة
Hey, what's going on, brother? ايه المشكلة؟ مشكلتي انت عم تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا. هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها. اها ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا. ده اسمه ماوس. ايوه. فار. ايوه. بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه. فوالا. ايوه. ايوه. هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس. اعمل زي ما بعمل. ها؟ بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني انا دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط صوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم، يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ So weird. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه. حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και του αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Πάνε πίσω τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زوير؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي؟ كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سجوني دي. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسر سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط أحسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أمر جناب. إيه هو أهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي؟ أمال إيه يا كبير، ده حتى الحريم بيقوا ياجع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي
ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساجع البلد كلها تعتخب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الامي اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخلص انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلتي قلتي هنطقي. اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه نص ابوي. قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخه. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. شافك وانت جاي. لا وطي صوتك وطي صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا واكل واكل خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح خذي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سف؟ انا هنا قدامي. في في يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوق لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا جحش انت هتفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي بس كده. بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير دي حاجة بسيطة. امال ايه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسكت اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. باه 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 باه. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله. وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا. انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة اجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد. الشاشة. والفاره ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقه او الباور وهنا هننتظر لحظات صغيره الى ان يبدا التحميل او اللودنج. وعندما يبدا اللودنج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟
يا وقع مرب ربه. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكم تقطعوا بعض، عاوز فحت ريل فحت. انجوي. انقر انقر انقر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروج يا شمرطه قاعده قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقونه. ولا عارف الايقونه. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها شطوري شطوري يا كبير شطوري. يا لما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقال شطوري. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول للماوس رايح فين. يلا فاجئني قول للماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعلش؟ مالك يا عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيد وخد. يا بوي تضربني بالسكينه يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقه. طب وتضربني بالسكينه ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ تنين تنين. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا في ناس سماعين. حاسب يا سماعين من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبلة ياد، اضرب القنبلة ياد ياد. خيانة خيانة يا رجالة. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ايه؟ الصوت والضوء يا ابن فواز. ما تستخدمش يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسك هيعلب دواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجاله بشنباته عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك. طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون حضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك والسائل اللي يجراني. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما اقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة اللي بعد غباوة. ايوه صح يا نجاة انت غبي.
كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهاردة مفيش نت في المزاريطة. فقوسة وقطمها جحش. ايوه وعلى رأي الشاعر ايه اوه لو سألوني بينا رجالة. بينا رجالة. ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعة المكان اللي اتدمر ايه؟